بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أنا في عندي أسرع طريقة لعمل قهوة اللاتة ماكياتو الإيطالية. هي عندي كاس كبيرة مثلهن مثل الكاسات اللي بالقهوة، وعندي حليب لهون حطيت أقل من نصها، سخنته أنا الحليب ساخن، وعندي هاي المكسة الصغيرة اللي بتخلطها. أول شي بخلطها، بعملها مثل الكريمة هيك، لما يطلع الشوم كله لفوق هيك. هيك انا خلطتها، هاي الحليب الشاوم تبعها لفوق. عندي انا الماكينة هاي تبعتي بدي احطها فيها، بس عندي طريقة تانية اسهل بفرجيكم بدون الماكينة. هاي هضوات، هاي بدي احط الكاس شوي شوي، انزلها انزل القهوة عليها، هاي تعطيني اللاتة ماكياتو بالضبط الإيطالي اللي بالقهاوي. تنزل الماكينة هلأ القهوة بتنزلها، تعطيني بالضبط شكلها، وش صوتها شوي مزعج الماكينة عشان تشوفوها هيك. هاي بتنزل القهوة شوي شوي، هاي نزلتها هيك. انا الماكينة خلصت، افرجيكم الشكل النهائي للكاسة. هاي شكلها مثل قهوة المطاعم بالضبط والقهاوي. في عندي انا شوية تشكيلة بالضبط عليها، تعطيني المنظر اللي انا بدي اياه. مثلا هاي عندي هيرتز القلب، بدي ارش عليها القهوة تعطيني المنظر اللي انا بدي اياه. هاي اعطت لي منظر القهوة اللي انا بدي اياه. هيك عنا خلصت اول واحدة بالماكينة، بس حورجيكم طريقة تانية اسهل بدون الماكينة. هاي عندي انا كمان طريقة تانية للكاسة. هاي احط الحليب اخلطه عشان يعطينا الرغوة اللي بدي اياها. هيك انا عندي جهزت. عندي طريقة بالضبط مثل عنا بالبيت. هاي الفنجان او المج، بجيب هيك شاف صغير اي شي زيك له، بس بوز من هون بحط القهوة في قلبها هيك، عساس اللي ما عنده ماكينة بتعوض شوي، وبنزل شوي شوي، لازم شوي شوي بنزل على القهوة مثل الخيط هيك مثل الماكينة بالضبط. إذا نزلنا بسرعة ما حتعطينا المنظر اللي بدنا إياه. هاي أنا نزلت عليها هيك وأعطتني الشكل اللي بدي إياه هيك بالضبط. هاي شكل التاني، هاي بدون ماكينة، هاي تشبه بالضبط بتاعت المطاعم. في عندي اذا بدي احط عليها تشكيلة كاكاو، ممكن اجيب اي شكل هيك او تقصوه بورقة باي شيء. هاي مثلا، هاي عندي عين تم اعطتني منظر هيك، تقدموها مع القهوة مع شيء اي شيء، مع الكيكس هيك، مع الجاتو، مع اي شيء انتو بتحبوه. هاي بالماكينة، هاي بدون ماكينة. صحة وهنا، إن شاء الله بتعجبكم الطريقة.